تفكرون؟ هكذا تتواصل أشواط مركاض الوافين الذي ينطلق في ميدان دستور على أرضية هذا الميدان. الأشواط انتهن المفتوحة وانطلقت أشواط الإنتاج والمنتجين بجوائز كذلك غيمة وسوع ثمينة في هذا الانطلاق وفي هذا المركاض في هذه الانطلاقات. نسير خاص الشوط بالبكار، نتقدم إلى المركز الأول وهذه مرموقة، مرموقة جمهور بن محمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي تتقدم على المركز الأول وتقود مساري هذا الشوط. تليها في المركز الثاني تتقدم في ثاني المراكز هذه شدن، تعود ملكيتها لسعيد بن محمد بن مصلح الإحبابي الذي تنطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز التماس لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي تتقدم على المركز الثالث. أما المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في هذا الاندفاع، هذه غارة تعود ملكيتها اليابر بن حمد بن مصلح الإحبابي مع هذا الاندفاع، مع هذا الانطلاق مشاهدين الأعزاء في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة والرائعة. عوده إلى المركز الأول، لا زالت مرموقة، مرموقة يا مرموقة في هذا البث المباشر عبر لايف مع أخونا وزميلنا راشد اليابري. الله، شاهد يا مشاهد وتابع يا متابع، المركز الأول هذه مرموقة لجمهور بن محمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي، تسيطر على المقدمة وهي الأقرب للساعة. وصل الشاعر محمد بن مصلح، وصل مع شدن الذي تنطلق سعيد بن محمد بن مصلح الإحبابي. يا سلام يا سلام، والمركز الثالث هذه التماس لسعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي، ولكن السيطرة لا زالت مع المركز الأول، لا زالت مع الانطلاق الأول، وهذه مسيطرة مرموقة للمرة الثانية. جمهور بن محمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي يقدم مشاهدين الأعزاء مرموقة مقادة الشوط رأس من بدايته مثل ما قدم شديدة. الله، يا سلام يا سلام، الناموس وتهانينا على الفوز. الشاعر محمد بن مصلح يحرك الساعة 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 الساعة، ولكن خلاص مرموقة. جمهور بن محمد بن مصلح الإحبابي ينتزع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني لسعيد بن سعيد بن محمد بن مصلح الإحبابي، والمركز الثالث لسعيد بن محمد بن مصلح. هكذا سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي المركز الثالث. هكذا كانت النتيجة مشاهدي العزاء. بنشوف التوقيت الزمني مشاهدينا، 3 دقائق وثانية توقيت هذا الشوط. تهانينا والناموس.